صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنه 2023 باعاده تشكيل اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات وذلك بناء على عرض وزير الداخليه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه: الماده الاولى يعاد تشكيل اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات برئاسه وزير الداخليه وعضويه كل من وزير التنميه الاجتماعيه، وزير الصحه، وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف، وزير الاعلام، وزير التربيه والتعليم، وزير شؤون الشباب، رئيس الامن العام، رئيس الجمارك، مدير عام الاداره العامه للمباحث والادله الجنائيه بوزاره الداخليه مقررا للجنه.